السلام عليكم اليوم الثامن عشر من كانون الثاني 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء في هذا اليوم وتصدر الكلام السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي متحدثا اولا عن زيارته الى النجف، تعلمون ان السيد رئيس مجلس الوزراء زار النجف مرتين خلال هذه المده القصيره مصطحبا معه بعض الوزراء خاصه من الوزارات الخدميه وكانت هناك مناقشه لجمله الموضوعات التي طرحت في محافظه النجف وهو يتابع مع الساده الوزراء تنفيذها خاصه فيما يتعلق باستحداث بلديه المدينه القديمه مدينه النجف القديمه وكذلك نوقش محوران في هذا اليوم، المحور الأول يتعلق بالمشاريع المتلكئة في المحافظة، محافظة النجف، وهناك عمل على إيجاد الحلول لها، والمحور الثاني وهو يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية المطلوبة للمحافظة، نحن دائماً نعنى كما هو دأب مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء في الاهتمام بالمحافظات واحده بعد الاخرى وفي السفر اليها وعقد جلسات مجلس الوزراء فيها والاستماع الى المحافظين والى الناس للوقوف فعليا على مشكلات هذه المحافظات ومحاوله ايجاد الحلول لها. ايضا كان هناك كلام عن الموقف الوبائي. وقلنا في الاسبوع الماضي ان هناك تزايدا في الاصابات واملنا ان يكون هناك التزام لدى المواطنين والمؤسسات في مسائل التباعد الاجتماعي وايضا في طرق الوقايه الاخرى المقره في اللجنه العليا للصحه والسلامه وكذلك للتوجيه والتشديد على اخذ اللقاحات بالنسبه خاصه بالنسبه للموظفين في النسبة للوظفين في, في الوزارات وايضا لجمله المواطنين، نحن نراقب الوباء ومعدلات انتشاره وتفشيه هذه الايام في العالم اجمع، ولذلك ناخذ الاحتياطات اللازمه للوقايه منه. كذلك كانت هناك استضافه للسيد وكيل وزاره الكهرباء الاستاذ عادل الكريم آه، الذي اوقف مجلس الوزراء فيها على, على الوضع الكهرباء وضع الكهرباء هذه الايام وكيفيه الاستعداد للمرحله المقبله وكان هناك نقاش بين السادة الوزراء في هذه المساله تحديدا وفي سبل دعم وزاره الكهرباء وهو دعم لازم في الحقيقه خاصه فيما يتعلق بالاستعداد لازمه الصيف من الان ومحاوله ايجاد حلول لكي لا نكرر المواقف التي نتعرض لها كل عام. ايضا وزاره الثقافه طرحت قضيه الالتزامات التزامات دولة العراق بازاء المنظمات الدولية واسهاماتنا فيها معا مع وزارة التربية كان هناك حقيقة نقاش سابق في وزارة التربية في اجتماع عقد بين وزارة الثقافة ووزارة التربية واليوم طرحنا هذه المشكلة على السادة الوزراء وامام السيد رئيس مجلس الوزراء هي قضية المنظمات الدولية التي نحن اما فيها مؤسسون او اعضاء وبالتالي هناك التزامات ماديه مهمه بالنسبه لهذه المنظمات ونحن نحتاجها جميعا الجلسه افضت الى الاقرار بضروره ان يخصص العراق مبالغ ماليه لهذه الالتزامات الماديه لان المنظمات الدوليه عامل مهم في استقرار البلدان وايضا في تنفيذ سياساتها واجندتها فيما يتعلق بالقرارات كان هناك قرار يتعلق باستيراد المركبات الهجينه من تلك التي تعمل بالوقود وبالكهرباء واعتقد هذا ينسجم مع ما يشيع هذه الايام من مواجهه للتلوث الملوثات وايضا ما يتعلق بقضايا المناخ التي يوليها العالم اهميه قصوى والعراق ليس بدعا بين هذه البلدان حينما يخصص نقاشاته عن هذا الموضوع، والموضوع اليوم افضى الى قرار بتشجيع هذا الاستيراد للمركبات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والوقود معا، وبالتالي وافق مجلس الوزراء على هذا التشجيع من خلال اعفاء استيراد هذه المركبات من رسوم اللوحات المرورية 100% لكي نشجع الناس على استعمال مثل هذه السيارات هذه المركبات حفاظا على البيئة وعلى الطاقة أيضا في ما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة كان هناك نقاش طويل في ما يتعلق باستئناف العمل على ملعب ذيقار الأولمبي هذا الملعب فيه مشروع متلكئ حقيقة لمدة طويلة واليوم وافق مجلس الوزراء بعد مناقشه مستفيضه على استئناف العمل على هذا الملعب الاولمبي في محافظه ذيقار ووافق المجلس على ان تقوم وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع وزاره التخطيط في ادراج مكون هذا الملعب واستئناف العمل فيه شكرا جزيلا